أسطوانات الحلقة تلتقطها أداة شبيهة بزردية وتقلبها. هذا يضع الحلقة المنجزة في موقع تستطيع فيه الترابط بالحلقة التالية أثناء تشكيلها. أثناء إضافة كل حلقة تسقط السلسلة في كومة تحت الآلة. هناك العشرات من آلات التشكيل في معظم مصانع السلاسل، كل آلة تصنع بين 50 و60 حلقة في الدقيقة، هذا يساوي تقريبا 76 مترا من السلاسل لكل آلة في الساعة. لوضع هذا في رسم منظوري، تستطيع آلة واحدة صنع سلسلة طويلة بقدر ارتفاع برج سيان الكندي في 7 ساعات فقط. بعد تشكيل السلسلة يجب تقويتها، فإلى آلة اللحام إذن. مطارق على اليسار واليمين تدفع الحلقة إلى الداخل، ثم كتلتان نحاسيتان من الجوانب تعملان كقطبين كهربائيين وتضربان جانبي الحلقة بتيار كهربائي. يتموج التيار عبر الثغرة في الحلقة بينما تدفعها المطارق إلى الداخل. تبلغ الحلقة حرارة حارقة تصل إلى 927 درجة مئوية، يذوب السلك وينصهر طرفا الحلقة معا. الآن جهاز بكرات يسقط السلسلة الملتحمة حديثا داخل لفة لمعالجتها بالحرارة. يجري تيار كهربائي عبر اللفة النحاسية التي تسخن داخل السلسلة إلى أن تصبح حارة وبرتقالية تحت حرارة 940 درجة مئوية. تخفض البكرات السلسلة داخل حوض من الماء لتبريدها. تغيير الحرارة يعدل بنية الفولاذ الجزئية ويجعلها أقسى بكثير، لكن التجربة تترك السلسلة سريعة الانكسار، لذا تنتقل إلى لفة حرارية ثانية ليست حارة بقدر اللفة الأولى، ثم في حوض بارد آخر. هذا يزيل سرعة الانكسار ويعطي الفولاذ قدرة على التمطط. الآن اختبار القوة النهائي. هذه هي أداة معايرة السلسلة. تمرر البكرات السلسلة داخل ثلمة، ثم تشقها في كتلة فولاذية ملزمة على اليسار تثبتها في مكانها، بينما كتلة فولاذية مسيرة هيدروليكيا تجذب السلسلة نحو اليمين. هل ستنكسر أم ستصمد؟ وهل يمكنها حمل الحمولة؟ في النهاية أنتم أقوياء فقط بقدر الحلقة الأضعف.